مظاهرات حاشدة للمطالبة بتسليم كمال يشحات. الآلاف من المصلين نظموا مظاهرة حاشدة من مسجد الفتح بعد صلاة الجمعة، ورفعوا فيها شعارات تطالب بخروج المسلمات المحتجزات من الكنائس، عايزين كمال يشحات فورا. المظاهرة خرجت من المسجد واتجهت إلى الكاتدرائية. لسنا ائتلافا سلفيا، نحن ائتلاف يضم مختلف الاطياف. معانا ممثلين عن السلفيين، معانا ممثلين عن الاخوان المسلمين، معانا ممثلين عن نشطاء ومدونين على الانترنت مستقلين ليست لهم اي اتجاهات اسلاميه. المطلب الاول تحرير جميع الاسيرات المسلمات في سجون الاديره. المطلب الثاني محاكمه كل من ثبت انه سلم مسلما جديدا كان نصرانيا واسلم الى الاديره. المطلب الثالث سن قانون من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحمي أي مسلم جديد يدخل الإسلام من أي ديانة أخرى. رابعا تفتيش الأديرة لإخراج ما بها من أسلحة. قضية كاميليا ليست قضية شخصية، وليست قضية انفعالية، وليست قضية حماسية، وليست قضية ثأر بيننا وبين الكنيسة، انما هي قضيه حقوق وحريات. مش عايزين فتنه، احنا عايزين الامر يطلع بشكل سلمي حضاري بحيث ناخد اخواتنا تمام بشكل ما يثيرش الفتنه. بس حضرتك هي مش مطالبنا احنا الوحدية، المفروض ان هي مطالب كل المسلمين. احنا بنطالب بان الحريه تطبق على كل الناس. هل الامر دوت حرام علينا حلال على غيرنا؟ المسلمون والسلفيون والاخوان والتبليغ كلنا مسلمون تمام. احنا بنطالب دي حريه. احنا بنقول لكل العالم يا جماعة انتوا بتقولوا حرية الأديان، فدي حرية بأي حق دولة تبقى جوه دولة؟ بل مش جوه دولة، ده فوق دولة. تخطف مسلمات تحبسها عندها، الكلام ده ما ينفعش. احنا بنطالب بحرية لمواطنات مصريات عاقلات بالغات اختطفنا في الكنيسة. المشكلة مش مع النصارى، المشكلة مع رؤوس الكنيسة مش النصارى. النصارى احنا عايشين معاهم في الشغل وفي الجيران. المشكلة مع رؤوس الكنيسة شنودة وغيره المحتجزين اخواتنا المسلمات. احنا النصارى عايشين معاهم من سنين، بنعمم البر والاحسان زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا كده، مفيش مشكلة. الجانب الإيجابي الوحيد في المسيرة من وجهة نظرنا المتواضعة هي النظام. كان في نظام كبير واخدين معاهم إحبال، واخدين حارة واحدة من الشارع عشان ما يقفوش الشارع، حاطين محددين المكان اللي هم واقفين فيه. كل احترام وكل نظام. ده الجانب الإيجابي. الجانب السلبي إن الحكاية مش عايزينها تتصاعد، وقلنا إن البلد دي مش هتعمر إلا بعنصريها.